مرحبا بكم مشاهدينا في الجولة الصحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تيفي. نستهلو جولتنا من يومية المساء اللي عنونات قطعة حلوى كتقتل الشخص وكترسل الاثنين إلى المستشفى. وإلى التفاصيل، تسبت قطعة حلوى كيكا في حدوث حالة تسمم وسط أفراد أسرة بجامعة دراركا شرق مدينة أكادير، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشقاء يبلغون من العمر على التوالي 6 سنوات و14 سنة و17 سنة. لفظ شقيق الأكبر أنفاسه الأخيرة بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بعد تدهور حالته الصحية. والأحداث المغربية، العثماني كيحث وزراءه على الحوار، حيث حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزراء الحكومة على فتح حوارات قطاعية كتضم ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في أفق اقتراح حلول لها. وإلى أخبار اليوم، تعليمات ملكية صارمة ضد تأديب أو إهانة معتقلي الحسيمة. وإلى التفاصيل، أعطى الملك محمد السادس تعليمات صارمة للحكومة للتعامل بجدية مع الأخبار اللي كتحدث عن ممارسة التأديب واللي وردت على لسان محامي معتقلي احتجاجات الحسيمة. كما نقل مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة عقب المجلس الحكومي، وأضاف على أن أي إدعاء أو تصريح بممارسة التأديب أو ممارسة حطة من الكرامة يجب إحالة المعني به على الخبرة الطبية. ونختم بهذا الخبر، الرصاص لإيقاف نشر أشرطة جنسية في رمضان، عنوان اخترناه لكم من يومية الصباح. ما تمكناش مصالح الأمن بتيفلت من إيقاف متهم نشر شريطين جنسيين يظهر فيهما رفقة فتاتين تنحدران من نفس المدينة إلا باستعمال سلاح الوظيفي، إذ اضطر شرطي بمفوضية الشرطة إطلاق النار على المتهم المعروف بعدوانيته المفرطة بالمدينة وتورط المتهم في العديد من الجرائم. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.